أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: ماذا يعمل من يعاني من ضيق وأمراض كالقلق والحزن والهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. عليه بالإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من الدعاء وتلاوة القرآن، وعليه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذلك، وسيعينه الله عز وجل ويذهب عنه ما يجده من الهموم ومن الأحزان. محافظة على الصلوات الخمس في الجماعة والإتيان بما تيسر له من صلوات النوافل، فإن ذلك يذهب عنه ما يجده بإذن الله. نعم.